السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعذروني ولكنني ضعيف أمام سحر هذه الآلة. هذا ليس موضوعنا. موضوعنا اليوم هو رشاقة اليد. البيانو هو واحد من أسرار كسب رشاقة اليد. إذن أنا أنصح كل شخص يحب تعلم الفن السحري برشاقة أو بالطريقة الصحيحة أن يتمرن على البيانو على الأقل ساعتين يوميا، وهذا سيتيح لك فرصة كسب الأيدي الرشيقة. النصيحة هي تعلم البيانو في أقرب وقت، وبإذن الله ستكون أيديكم رشيقة جدا. تعلم البيانو ثم البيانو ثم البيانو. لا أنصحكم بآلة أخرى إلا البيانو. انتظرونا في الدروس القادمة وسنتحدث عن أمور أخرى إن شاء الله. سلام.